السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أستاذة إيمان، معلم مايكروسوفت الكبير وخبير في التربوي. إن شاء الله نحاول النهارده مع بعضنا نستعرض حاجة مهمة عن التعليم في عصرنا اليوم مع تطور التكنولوجيا. وقبل ما نبدأ أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رجب الكريم والدخول على شهر شعبان. مستخدم إن شاء الله على وكفاية كلمة طيبة توصل للقلوب جميعا. نحاول النهاردة مع تطور التكنولوجيا الحديثة وانتشار التابلات داخل الفصول المدرسية. وطبعا كل طالب في المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية استلم إيميل، وما شاء الله على كل معلم بقى يبدأ في تطبيق التعليم الإلكتروني ولكن داخل الفصول. ولكن أنا شايفة في خطأ كان شائع من بعض المدرسين في تطبيق المفهوم. عشان كده النهاردة نقول المفهوم الخاطئ عن التعليم الإلكتروني. تمام، نشوف مع بعض إيه هو المفهوم الخاطئ اللي إحنا شاهدناه من بعض المدرسين. فهي طبعا قضية جزئية وليس قضية كلية. المدرس متمكن ما شاء الله من المادة العلمية وبيعرض المادة العلمية، ولكن بنشوف ان المدرس بدأ عملية مثل استقبال الطلاب طبعا في فيسبوك او سوشيال ميديا او يشتري مثلا اللي هو ابلكيشن من بلاي ستور مدخل الطلبة فقط مجموعة معينة اللي هي مثلا بتدفع حصة يعني خاصة برايفت ليسون، ولكن مش هو ده المطلوب مني. ربما تكون حاجة معينة مسموح بها، ولكن هي عايزة تعمق الطالب حاجة معينة او الحاجة دي يعني ده ممكن يعني نمشيها، ودي جزء بسيط من التعليم الالكتروني ومطلوب في نفس الوقت ولكن ليس بالطريقة دي. فهنا مع بعضنا نستعرض مع بعض ايه هي التعليم الالكتروني كاستراتيجية من استراتيجيات التدريس المفروض تطبق مع انتشار التكنولوجيا والتابلت. مع التابلت انا عارفه ان الوزاره ادت ايميلات الكترونيه على اوفيس 365 او ايميل الوزاره لكل طالب. فالمدرس بيدخل الفصل طبعا بيجمع كل الايميلات من الطلبه الايميلات دي طبعا في غايه الاهميه، بيجمعها بيعملها في ريكورد عنده في شيت اكسل، وبعد كده يبعتها لما يكون في مثلا واجب او في جزئيه عايزه تشرح يبعت الدرس للطالب. الطلبه كلهم بيدخلوا في وقت متزامن معانا. طبعا احنا عارفين ان مايكروسوفت تيمز وعارفين ان زوم كله ده مطبق عندنا على التابلت، ممكن يستخدمه المعلم بحيث تكون طريقه اوسع واشمل من مثلا فيسبوك او مثلا سوشيال ميديا، او ان انا اروح اشتري مثلا دومين او ابلكيشن ويكون امتداد الدومين ده وتعليم. لا انا عايزه الطلبه المدرسين يتحركوا داخل الفصل بامانه علميه، ان المدرس يتعامل مع الطلبه بطريقه جميله جدا بان هو يعد اعداد كامل للماده العلميه بالمنزل او يبعثها فيديو للطلبه مثلا من خلال الايميلات دي. واحنا داخلين الفصل الصبح نشوف مدى تساؤلات الطلبة في الجزئية دي في النوعية دي مثلا تصميماتهم عروض الطلبة جميعا. تمام، بنشوف العروض الطلبة وايه هي اسئلتهم فتبقى العملية التعليمية فعلا خصبة، والطلبة بتحاول البحث والتعليم. ليه؟ لان الامتحان دلوقتي الامتحانات متسعة بتعتمد على مفهوم الفهم لدى الطالب وليس ان انا مثلا المعلومة فقط اللي بيتلقاها اثناء الشرح المعلم. يقعد طبعا الليل كله يذاكر ويحفظ وده غير مطلوب. يبقى انا لو دخلت الطلبه في حيز ضيق الطلبه بتستهلك هنا في الفصل، بيسمعوا شرح المعلم في على الفيسبوك او من خلال فيديو، ممنوع اي طالب ثاني يدخل الا مثلا المجموعه اللي دفعت، فده غير مطلوب. قلت اللي اذا كان حاجه خاصه مثلا او مفهوم معين او حاجه معينه زياده مثلا الطلبه عايزه
تستوعب اكتر حاجه اكتر، عايز تعملها خاصه فيه. ولكن عامه انا بتكلم بصوره ايه عامه. فهنا المعلم من خلال ميلاد الوزاره بيعد فيديو تعلمي ويبعثوه للطلبه كلها من خلال الايميلات دي، ونروح المدرسه بيقسم الطلبه الى مجموعات. المجموعات دي سواء مجموعات صغيره مجموعات كبيره، بتشوف الطلبه عامه بتشتغل داخل الفصل بصوره ايه جميله جدا ومشيقه، وكمان قدامهم التابلت قدامهم اللابتوب او قدامهم جهاز الكمبيوتر، يبقى ده البحث مع الاقران، ويبعث البحث في المكتبات في موقع التعليم في المكتبه الالكترونيه في بنك المعرفه من خلال مودي. كل منصات التعليم يدخل عليها الطالب مع اقرانه ويبحث عن المعلومه، بيحاول يكون كمشكله الدرس، يحاول كده عايزين ندور على مشكله، المشكله دي بيحاول يبحث عن حل. الحل ده بيولد افكار جميله جدا من لدى الطلاب، الطلبه بتولد افكار من خلال توليد الافكار دي. بنشوف جزئيه او فكره اساسيه هي ايه اللي بنبحث عنها، يبحث عنها الطلاب لايجاد حل. المشكله دي طبعا الطلبه بيعملوا تواصل مع اقرانهم عن طريق الاونلاين، او ما يعملوا لقاء، يعملوا كمان ايه، يعملوا عمليه تجربه، عمليه زياره، بينزلوا المكتبة داخل المدرسة، مكتبة إلكترونية، يجمعوا معلومات كتير. يعني الطالب هنا بيبني المعرفة، وبعد كده بيقوم بعملية تنظيم للمعرفة دي عن طريق إيه؟ ينظم أفكاره، وبعد كده هو مسؤول عن التعليم، مسؤول عما يتعلمه. تمام؟ المعلم موجه وميسر للعملية التعليم. تمام؟ ميسر للعملية التعليم. فهنا بنشوف مع بعضنا دور كل من المعلم والطالب داخل العملية التعليمية بصورة مبسطة، إن المعلم دايما بيكون الميسر والموجه وكمان المدقق والمصحح للطالب وللعملية التعليمية. أما الطالب ليه أدوار كثيرة، اللي هو دايما بيكون إيه، بيبحث عن المعلومة وبيحل المشكلة، وبعد كده الطالب بيحاول قدر الامكان يجتمع مع اقرانه سواء كان فيس تو فيس او اونلاين، بيبحثوا بيعملوا تجارب بيخططوا بيصمموا الى ان يصل لحلول. الحلول دي تمثل طبعا نتائج واقعيه جديده في الواقع، بتحل مشكله بيئيه او بتحل مشكله ايه تعليميه بيئيه في الواقع المحيط به الطالب. تمام؟ فهنا التعليم الالكتروني زي ما احنا ما عارفين دايما بيتطلب جهاز الكمبيوتر او اللابتوب، سواء كان موبايل التواصل، واحنا قاعدين في غرفة الدراسة. تمام؟ يتواصل الطالب، بيقسم المدرس طلبته المجموعات داخل الفصل، مجموعات صغيرة مجموعات كبيرة، بيتناقشوا بيتناولوا بيتحاروا الى ان يصل الطالب الى ايه حلول جذرية للمشكلة داخل الدرس. يعني مشكلة مثلا عندي درس عن الطاقة، الطاقة دي انرجي، بنشوف ايه هي استخدامات الطاقة، ليه عدم استخدامها مثلا. طيب الطالب يقسم مثلا مع المعلم، يقسم الطلبة زملاء طلبته الى فرق داخل الفصل، مجموعات صغيرة مجموعات كبيرة، البعض بيبحث البعض بينظم البعض بيعمل لقاء البعض بيعمل تصميم، وهكذا الى ان بنحاول من خلال الافكار دي وتوليد الافكار نصل الى حلول من خلال البحث عن المشكلات دي. في الاخر الفكره الاساسيه اللي احنا جمعناها بنعمل عليها تطبيق. التطبيق ده بيكون فيه حل او تجربه في المعمل، ثم تكون نتيجه نهائيه اللي هي الحل للمشكله بتاعتنا. اكبر حاليا اذان الظهر. فهنا المعلم اهو، او المعلم بيحاول بقدر الامكان عمل فيديو تعليمي للشرح اللي انا رايح اشرحه، وابعته للطلبه ايميلات داخل الفصل. اروح الفصل وانا مستعد، واعرض كل ما اشوف الطلبه واقف معاهم من معلومات، او واقف معاهم من مثلا جزئيه سؤال، وهكذا انا بساعد. ده هو المفهوم الصحيح للتعليم الالكتروني، ودور المدرس حاليا في عصر التكنولوجيا ومع التابلت ومع التعليم التكنولوجي والتعليم الاونلاين. فده فايده كبيره جدا وراحه نفسيه كبيره جدا لكل من الطالب والمعلم. ليه؟ لان اسئله الامتحانات بتعتمد على الفهم،
يعيش الطالب، يقيس الطالب مدى تطبيق ما تعلمه، إذا كيف قام بحث عن إيه، إزاي قام بعمل حوارات، إزاي إيه هي المعلومات اللي حصل عليها، إيه كيف حل المشكلة اللي واجهته، وهكذا إلى أن يصل إيه إلى حلول جذرية يتمكن الطالب من قياس كل سؤال في الامتحان من خلال ما اكتسبه من معرفة ومن حلول. تمام، فدي حاجة جميلة جدا بيستخدمها الطالب في عرض ما طبعا ما توصل إليه من معرفة، نتوصل إليه إيه من معرفة. أوكي طيب، فإحنا مع بعضنا بنشوف الطلبة مع بعض بيحاول بقدر الإمكان بعد عرض المدرس ليهم من عرض الفيديو او ما حصل من مشكلات مثلا ما قدروش يفهموها اونلاين، بيدخل ايه الفصل صباحا وبيستعرض ايه كل ما توقف للطالب، فنشوف الطلبه كده في جو كامل مشغولين داخل الفصل. فدور المعلم في العمليه التعليميه العمليه هو المرشد والموجه والمراجع والميسر في العمليه التعليميه والمدقق، كمان هو ايضا المستمع وهو ايضا الصديق للطالب. دي حاجه جميله جدا، من كاد المعلم ان يكون رسوله. طيب دور الطالب في العمليه التعليميه، احنا عارفين ان الطالب مولد الافكار الابتكاريه، الطلاب كلهم باحثون عن ايجاد حلول للمشكله التعليميه، الطلاب يبنون المعرفه، عندهم قدره على التنظيم، القدره على ايه مثلا ايه بناء المعرفه، التنظيم للمعرفه التي ايه قام ايه بتجميعها. يتحمل الطالب مسؤوليه كبيره فيما تعلمه، الطالب بيحاول بقدر الامكان توليد افكار بتكون حل للمشكله ايه التعليميه. تمام، وبذلك يكون الطالب من اجراء يحل ازاي المشكله عن طريق اجراء التجارب او مقابله او عن طريق ايه مثلا مواصله اونلاين او البحث وهكذا، دي كلها نطبق النتائج في الواقع المحيط بنا. تمام، زي ما بنشوف بنشوفش حاجات غريبة، احنا كنا كمعلمين في فترة التدريس كنا بنعمل الكلام ده كله من عام 2010، ما كان عندنا الا جهاز واحد بس كمبيوتر، وبنشوف الطلبة ها بتعرض مع بعض بيصمموا بيحاولوا وضع افكارهم على ورق الى ان يصلوا لحلول الجزئية او يقوموا بالكتابة ثم عرضها على المعلم او امام الفصل. تمام، طيب بعد كده بنشوف الطلبة يعملوا تصميمات فيما تلقوه من معرفة، يعني أنا عرضت الفيديو وعرضت الفيديو فهم من أفكارهم بيصمموا وبيخططوا وبيسألوا وهكذا، بنشوف جو من المعرفة، جو يعني إيه مفعم بالعلم داخل الفصل الدراسي. تمام، هنا برضو بنشوف المعلم يعني يشجع الطلبة في تقسيمهم المجموعات بالبحث في المكتبة أو عن تلقي مثلا فيديو تعليم استضافة أو مفهوم أكتر أو توضيح أكتر، بنجمع الطلبة مع أجهزتهم داخل المكتبة أو داخل غرفة الكمبيوتر أو التطوير، ونسمحهم استزادة في المعرفة أو هو يفتح الجهاز بتاعه ويستفاد بنفسه حتى يصل الدرس نفسه بيتحول العملية التعليمية لمشكلة. تمام، محاولة الطالب مع زملائه يحاولوا يبحثوا لوجود حلول للمشكلة دي. تمام، فالطالب يقوم بالتنظيم في عرض ما وصل إليه من معلومات وهكذا، طبعا مع أقرانه من خلال مجموعات صغيرة من خلال مجموعات كبيرة، وده كله من خلال التنظيم الذاتي لحل هذه المشكلة. تمام، طيب فهنا بنشوف دايما الطلبة بتستخدم التكنولوجيا في عرض ما اكتسبوه من معرفة، في مجموعات صغيرة بتتناول بتتناقش فيما حصل عليه من معرفة، أو مجموعات كبيرة بتتداول المعرفة مع بعض داخل ما متاح له داخل المدرسة. أوكي؟ طبعاً بنشوف طبعاً بره مهيئات مجتمعية يعني متطورة أكتر، بنشوف الفصل الكبير أهو خالص، بنقسم الفصل لمجموعات كبيرة وصغيرة، وبتدرس مع كله بيتداولوا ما وصلوا إليه من معرفة وما يعرضونه من أسئلة أو مقترحات. ده طبعا بنوصل حاجة جميلة جدا من اللي هو التعليم المدمج أو بلندر ليرنينج وفي لابد كلاس روم التعليم المحفوظ، وده إن شاء الله أحاول قدر الإمكان أعرض فيديو تفصيلي أكتر
واوضح ان شاء الله للطلبه، لان انا شايفه اهو الطلبه اتمنى داخل ايه المدارس المصريه هنا بيكون ايه تطبيق لهذا ايه العمل بصوره اوضح بصوره ايه طبعا اوسع، تشمل فقط ليس المدن وانما القرى والمراكز وكله، ويتعمم داخل ايه ان شاء الله الجهات التعليميه كلها والمدارس التعليميه للاستفاده، واستفاده ايه من استفاده الطالب وطبعا واحترام ما يقدمه المدرس من معلومات تفيده مستقبلا. اوكي، ده كله من نماذج طيبه وعرض جميل من الطلبه والمدرسين في تقديم مقترحات جميله للتعليم. بنشوف اهو مع بعض، بنشوف مع بعض الطلبه ابتكاريه بتعرض تجارب حاجات ابتكاريه بيستخدموا الطلبه ايه، الطلبه بتستخدم كمان البرمجه في ترجمه ما وصل له من معلومات او من حلول بيعرضها كهيئه لعبه ايه تعليميه، واحنا عندنا دلوقتي الماينكرافت اديوكيشن اديشن حاجه جميله جدا في تطبيق ما تعلمه كحل او استخدام كمان اللي هو العالم الافتراضي او التعليم الافتراضي. التعليم الافتراضي كلمته جميله جدا، بيقول لك تاتش سي ايه ولسن، انا بلمس الحاجه اللي انا ما اقدرش اطبقها في الواقع، كمان بسمعها وكمان ايه بشوفها قدام عيني، مثلا اعماق البحار اذا تنزل انت اعماق البحار داخل الكهف، تجارب شديده جدا داخل المعمل ربما تؤدي للانفجار. الماينكرافت استخدام ايه البرمجيات او المايكروبيت، دي حاجه جميله جدا الطلبه ممكن ايه تستخدمها. فاحنا جانب تاني من التعليم المسبق بنشوف ان الطلبه شايفين ده من خلال ما تلقوهم نعرفها مسبقة أو الفيديو التي بعث المدرس، فبنشوف مجموعات كبيرة داخل الفصل اللي بيسأل المدرس مجموعة طلبة وحديهم ها يتناقشون مع بعض ويقدموا حلول ومعلومات من خلال إيه طبعا التعليم أونلاين أو من خلال مثلا التناقل يعني نقل المعرفة من الأقران، كتاب المعرفة من الأقران نفسه. كمان في مجموعة هنا تانية صغيرة خالص بيروحوا بيستفسروا عن أسئلة وتوجيههم عن نقطة معينة للمدرس، فده نشمل التعليم اللي هو ايه بلندر ليرنينج، ونحاول ان شاء الله في فيديو قادم شرح تفصيلي لبلندر ليرنينج وفليبد كلاس روم. واخيرا اتمنى للجميع ان يكون اخذ استفادة ولو بالقليل عما قدمته من مقترحات عن مفهوم التعليم الالكتروني وكيفية تطبيقه داخل المدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعمل ستوب للريكورد، ولو في اي استفسار او حاجه احنا ممكن نعمل طبعا نعملها محاضره اونلاين ونبعت ايه لينك رابط رابط الجميع عن طريق ايه الايميل او الفيسبوك او جروب معين، والكل ان شاء الله هيشارك عن التعليم البندل المدمج والتعليم اللي هو ايه المحفوظ فليبت كلاس روم اند بندل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.